منحة اليوم هي عبارة عن منحة في جمهورية التشيك في أوروبا، تقدمها جامعة تكنيكال يونيفرسيتي أوف أستورافا المعروفة باختصار VSB. هذا هو إعلان المنحة على موقع الجامعة الرسمي. هذه الجامعة تحتل المرتبة السادسة على مستوى جمهورية التشيك، واضحة أمامنا، تكنيكال يونيفرسيتي أوف أستورافا المعروفة باختصار VSB. هذه هي الجامعة التي تقدم هذه المنحة، وننتقل الآن إلى بقية التفاصيل. هذا هو إعلان المنحة على موقع الجامعة، يتم الدخول عليه لمعرفة التفاصيل والذي نلاحظها في هذه الصفحة. بالنسبة للمراحل الدراسية المتوفرة في هذا المنحة، نلاحظ أنها متوفرة لدرجة البكالوريوس وكذلك درجة الماجستير والدكتوراه. المنحة هذه متوفرة لمن يرغب بالتقدم، للطلاب الأجانب الذين يرغبون بدراسة بدوام كامل لمرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه، أو للطلاب، لاحظوا، أو للطلاب الأجانب الذين يدرسون حاليا في الجامعة وفي سنتهم الأولى من الدراسة بدوام كامل في البكالوريوس كذلك والماجستير والدكتوراه. بالنسبة للجنسيات المسموح لها بالتقديم، يمكن معرفتها بالدخول على الرابط الموجود في أسفل الصفحة، والتي يتضمن قائمة الدول المسموح لها بالتقديم. سيظهر بعدها قائمة الدول المسموح لها بالتقديم، والتي تتضمن عدة دول عربية، منها الصومال، لاحظوا، الصومال، جنوب السودان، وكذلك السودان واليمن ودول أخرى مثل مصر، كذلك عدة دول أخرى مثل المغرب وباكستان وتونس ودول أخرى كثيرة نشرناها مثل ليبيا وكذلك لبنان والعراق وعدة دول أخرى. يمكنكم الاطلاع عليها من خلال الدخول على الرابط الخاص بالدول المسموح لها بالتقديم، كذلك سوريا، لا ننسى سوريا وعدة دول أخرى يمكنكم الاطلاع عليها. بالنسبة لتمويل المنحة، يمكن معرفة تمويل المنحة من خلال الدخول على المنشور الأول أو الرابط الأول الموجود في معلومات المنحة، والذي يتضمن كل المعلومات الخاصة بالمنحة، ويتم تحميل البي دي اف الخاص بمنشور المنحة. هذا البي دي اف يتضمن التمويل الخاص بالمنحة، والذي نلاحظه بأن كل طالب سيتلقى مبلغ 35,000 بالعملة التشيكية التي تسمى كورونا، ما يقابل 1600 دولار أمريكي. لكن المنشور أو المنشور على موقع الجامعة بحول المنحة ليس واضح بالدرجة الكافية، حيث المبلغ 35,000 هل سيكون كافي لتغطية الرسوم الدراسية أم سيتم إعفاء الطالب من الرسوم الدراسية وهذا فقط كراتب شهري، وليس معلوم كم مقدار الرسوم الدراسية الخاصة بالكلية أو الخاصة بهذه الجامعة. يمكنكم التواصل مع الجامعة لمعرفة كم مقدار الرسوم الدراسية وهل هذا المبلغ كافي لتغطية الرسوم الدراسية وتغطية تكاليف المعيشة أم لا. سنضع لكم إن شاء الله إيميل التواصل لهذا الجامعة أسفل الفيديو في صندوق الوصف أسفل الفيديو إن شاء الله. إذن سيتلقى كل طالب مقدار أو مبلغ مقداره 1600 دولار أمريكي، لم يتم تحديده هل هيكون شهريا أم سنويا. يمكنكم التواصل مع الجامعة للتأكد حول هذا الأمر. بالنسبة لشروط التقديم واضحة في البي دي اف الخاص بالمنحة، ويجب استكمال الشروط كاملة. أول شرط، يجب على المتقدم أن يملأ استمارة التقديم الإلكتروني عبر الرابط الموضح أمامكم، وإرفاقها ببقية الوثائق والمستندات المطلوبة والذي سنوضحها إن شاء الله بعد قليل، وإرسالها إلى الإيميل الخاص بالمنحة.
وكتابة اسم الموضوع في الإيميل فول ديجري سكولرشيب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون التقديم قبل الموعد النهائي للتقديم، وستتم مرحلة الاختيار على مرحلتين. أول مرحلة سيقوم مكتب الطلاب الأجانب بتشييك الوثائق ومعرفة استكمالها من قبل المتقدمين وإرسالها إلى لجنة المنح لاختيار الطلاب المستحقين لهذا المنح. المرحلة الثانية من التقييم أو الاختيار، يجب على الطلاب أن يكونوا من أحد الدول المؤهلة للتقديم والذي وضحناها سابقا، وأن يكون الطالب قد تم قبوله للدراسة في عام 2020-2021 ببرنامج اللغة الإنجليزية أو في أي تخصص يدرس باللغة الإنجليزية في هذا الجامعة. ويمكنكم التواصل مع الجامعة عبر إيميل الاستفسارات لمعرفة كيفية الحصول على خطاب القبول للدراسة في التخصصات المتوفرة والذي سنوضحها إن شاء الله لاحقا. بالنسبة لبقية الشروط واضحة أمامكم، يجب على الطالب أن يكون قد تم قبوله وأكمل السنة الأولى من الدراسة، وكذلك يجب أن يتم تسجيله في السنة الثانية، في بداية السنة الثانية للدراسة في هذا الجامعة. تقريبا أن المنحة هذه ستكون مبلغ واحد يعطى في نهاية السنة الأولى، ويجب استمرار نجاح الطالب في تحقيق قدرات أو تحقيق معدل جيد. بالنسبة للوثائق المطلوبة للتقديم، أولا استمارة التقديم والذي يتم تعبئتها عبر الرابط الواضح أمامكم، يتم بعدها تنزيلها وإرفاقها بالوثائق المتبقية. السي في الوثيقة الثانية هي السي في، والوثيقة الثالثة كذلك الكفر لتر لرسالة التغطية، وتلتزم بحجم الخطوط المطلوبة. كذلك يتم إرفاقها بخطاب أو إفادة خطية بأنك لا تستلم أي مبالغ أو أي دعم مالي من أي جهة أخرى، وهذا الإفادة أو الفورم الخاص فيها موجود على موقع الجامعة، يتم تنزيله وموجود في المنشور الخاص بالمنحة. هذا المنشور الخاص بالمنحة يتم تنزيله آخر، أو الرابط رقم 3 يمكنكم تنزيله من خلاله. تكتب اسم المتقدم وكذلك العنوان والتاريخ ومن ثم التوقيع، وفيه إفادة بأنك لا تستلم أي دعم مالي من أي مؤسسة أخرى. بالنسبة لبقية الوثائق، كما تكلمنا خطاب طلب المنحة، وهو كذلك موجود على موقع الجامعة، خطاب طلب المنحة application form يمكنكم تنزيله من خلال موقع الجامعة. كذلك تقدم خطاب بطلب القبول لهذا المنحة، ثم تكتب اسم المتقدم وعنوانه والتاريخ ومن ثم التوقيع. هذه هي الوثائق المطلوبة للتقديم. بالنسبة للتخصصات المتوفرة في هذا الجامعة، يمكنكم استعراضها من خلال هذا الصفحة والدخول عليها، وسنضع لكم الرابط إن شاء الله أسفل الفيديو. ونلاحظ وجود عدد من الكليات الواضحة أمامكم، كلية التعدين والجيولوجيا، وكذلك كلية هندسة المواد والتكنولوجيا أو علم المواد والتكنولوجيا، وكذلك الهندسة الميكانيكية، كلية الاقتصاد، وكلية الهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب، وكلية الهندسة المدنية، وكلية هندسة السلامة. هذه هي الكليات والتخصصات المتوفرة في هذا الجامعة والذي يمكن التقديم عليها. آخر موعد للتقديم لهذا المنحة واضح أمامكم، 30 نوفمبر 2020، 30/11/2020 هو آخر موعد للتقديم لهذا المنحة. ما زال هناك وقت كبير لانتهاء التقديم. بالنسبة لطريقة التقديم، كما تكلمنا سابقا، يتم تعبئة استمارة التقديم الإلكتروني عبر الرابط الواضح أمامكم،
ومن ثم إرفاقه ببقية الوثائق المطلوبة وإرسالها إلى الإيميل الخاص بالتقديم، وسنضعه إن شاء الله أسفل الفيديو. إذا يمكنكم استعراض جميع معلومات المنحة على موقع الجامعة، والذي يتضمن أولا الملف البي دي اف الخاص بتفاصيل المنحة بالكامل، ومن ثم خطاب طلب المنحة والالتزام الخطي بأنك لا تستلم أي دعم مالي من أي مؤسسة أخرى، يمكنك تنزيلها من خلال هذا الرابط، وكذلك يمكن استعراض قائمة الدول المسموح لها بالتقديم. هذه هي كل تفاصيل المنحة. لأي معلومات أخرى أو استفسارات يمكنكم التواصل مع الجامعة. نتمنى لكم التوفيق، ولا تنسوا دعم القناة، اشتراك وإعجاب بالفيديو ونشره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.